السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتكم في قناتكم الكرة مع الدكتور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كانت دي أول مرة تشوف القناة، يا ريت تشترك معنا في القناة وتبقى ضيف دايما عندنا، ويا ريت لو عجبك الفيديو تعمله لايك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، عشان ناس كتير هتشوفنا وناس كتير هترجع، محب الأهلي ومشجعين الأهلي يرجعوا تاني يبقوا ضيوف للقناة، لان القناه قل التشاهد التفاعل عليها. والكلام ده بقوله تحديدا في الفيديوهات بتاعت الاهلي، الناس اللي في الاهلي قل، لكن انا شمع لكن انا عشمان فيكم ان شاء الله نترجعوا القناه زي الاول. الفتره اللي فاتت انا بعدت عن القناه، وخصوصا مجال الكوره، لان ما كانش فيه، يعني انا ما كانش ليا نفس اللي بيحصل بعد الزمالك، ما قل الزمالك وفجأة ظهرت فلوس كتيرة جدا. يعني فجأة وزير الرياضة بيتكلم عن 100 مليون جنيه جم فجأة نادي الزمالك، ما تعرفش جم منين. طيب ليه؟ ما يعني في أندية أكثر جماهيرية، يعني أنا بتكلم على مستوى منطقتهم، يعني فريق زي فريق نادي الإسماعيلي، ما هو فريق نادي الإسماعيلي محتاج برضه دعم رياضي زيه زي الزمالك. الإسماعيلي نتايجه وإنه يبقى موجود في المركز اللي قبل الأخير حاجة وحش جدا، إن فريق زي نادي الإسماعيلي. طب ليه ما اتدخلتش وزارة الرياضة، أو ليه ما اتدخلتش وزارة الشباب والرياضة إنها تدي مبلغ برضه للنادي الإسماعيلي، قد مش هنقول قد، تديله 25 مليون جنيه. ما هو نادي اسماعيلي ما عندوش موارد، وما فيش لعيبه، ما فيش مدرب، وما فيش اللعيبه مش لاقيه امكانيات، ورغم كده جه 100 مليون جنيه للاسماعيلي فجاه من وزاره الشباب والرياضه. ده الكلام ده اتقال بلسان الوزير نفسه الفتره اللي فاتت، وكلكم متابعين وكلكم عارفين اللي بيحصل، وكلنا سمعنا ان وزير الشباب والرياضه مدي للاسماعيلي، مدي للزمالك 100 مليون جنيه. طب انا مش هقول لك ادي للاهلي، الاهلي جايز يكون عنده امكانيات، جايز يكون عنده عقود رعايه، لكن الاسماعيلي الفريق اللي وقع ما حدش فكر يديله مبلغ يفك فيه زنقته. طبعا فجاه مشي باتشيكو ورجع كارترون، هي نفس اللفه. لو انت خدت بالكم من الفترة اللي فاتت مشي كارترون ورجع باتشيجو، دلوقتي هم لفوا نفس اللفة، كارترون رجع وباتشيكو اللي مشي. مع ان انا شخصيا رغم ان مش راضي عن موتسيماني بتاع الاهلي، بس في نفس الوقت انا كنت راضي عن باتشيكو، والزمالك هيجيب فلوس في فلوس لو كارترون منين؟ واحد هيقول لي اصل ده فلان الفلاني متبرع بفلوسه. احنا جربنا تركي آل الشيخ، تركي آل الشيخ ممكن دفع هل اللي متبرع بفلوسه ده اداله فلوسه سنة؟ ما هو لازم احنا نكون عندنا عقل. هل راح اتبرع في الاول في المقدم وبالسلامة بعد كده يسيبه للاهلي لو ما بقاش هو، او يسيبه للزمالك لو ما بقاش هو رئيس مجلس إدارة وما بقاش هو متحكم في مجلس الإدارة؟ يبقى هيسيب مجلس الإدارة هو بنفسه اللي يبقى مسؤول عن فلوسه؟ طب ما هو نادي الزمالك اللي كان واضح للناس، ولحد دلوقتي واضح للناس حتى بعد الفلوس اللي اتدفعت، إنه ما عندوش فلوس يدفعها للناس. فلو استمر الراجل دوت، والراجل اللي دافع الفلوس أيا كان اسمه، ناس كتيرة شك في شخصيات، أنا مش هقول أساميها عشان ما تبقاش إدانات لينا، وناس بتقول إن جايز اللي داخل وزارة الرياضة الشباب والرياضة وهي اللي دافعة الفلوس. طيب بعد كده لو نادي الزمالك الشخص اللي عايز يبقى عضو رئيس مجلس إدارة ده ما بقى جاش، ما جات انتخابات وما جاش رئيس مجلس إدارة. على فكرة احنا ملاحظينهم كلهم بتوع الزمالك، ما حدش منهم بيعمل حاجة لوجه الله. يعني ممكن اللي متبرع بالفلوس دوت لو لقي نفسه مش هيبقى رئيس مجلس إدارة، زي إذا كان هو نفس الشخص اللي احنا كلنا بنفكر فيه، أول حاجة هيعملها يقول أنا ماليش دعوة، أنتوا جبتوه وأنا دفعت لكم المقدم، وأنتوا كملوا معاه، أنتوا جايبينه ليه؟ يعني
وكان باتشيكو ماشي. انا شخصيا مش كنت شايف ان باتشيكو هو، طبعا الفتره اللي عادها كارترون بعد ما كان بيحقق نجاحات مع الزمالك وكان ماشي كويس هو اللي مشي. لو ده لو كان في الاهلي وهو ساب الاهلي ومشي بالطريقه ديت، على ما اظن ان كانش الاهلي هيرجعه ايا كانت المقاييس. انا من رايي الشخصي ان الاهلي ما كانش هيرجع كارترون لو كان كارترون عمل معاه نفس الموقف اللي اتعمل مع الزمالك، لكن الزمالك قررت انها ترجعه. ودلوقتي بقى في ماتشين يوم الثلاث الجاي، الماتشين دول مهمين جدا سواء للاهلي او للزمالك. الماتش الاول هو ماتش الاهلي مع فيتا كلوب. الاهلي اقدر اقول لكم لو اتعادل لسه في فرصة، بس انا طبعا انا شخصيا مش هحط ايدي واشيل من ايدي من على قلبي الا ان الاهلي يكسب في تكلوب هناك. لو الاهلي ما كسبش في تكلوب هناك، يبقى انا بعتقد ان ممكن اي نتائج تحصل بعد كده مش هتبقى في صالح الاهلي. انت ما تعرفش الامور ايه، ما تعرفش الحكام الافارقه فيهم ايه، انت املك الوحيد انك تاخد ال3 نقط من في تكلوب هناك. انت ما عرفتش تاخدهم هنا رغم انك كنت الافضل، اتعملت عليك ضربة جزاء ظلم والحكم نفسه اعترف ان ضربة الجزاء ظلم، وبدأ يقول للناس ان ضربة الجزاء اللي اتعملت ديت على النادي الاهلي كانت ظلم. انت دلوقتي فرصتك الوحيدة انك انت تروح هناك تكسب في ده كلوب هناك، دي الفرصة الوحيدة علشان خاطر اقدر اقول ان الاهلي حط رجله على أول الطريق الصحيح للوصول لدور الثمانية. غير كده هيبقى مقعد الأهلي هناك، يعني لو تعادل هيبقى مقعد بقى، أنت لازم تفوز الماتشين وفي نفس الوقت فوتا كلوب. لو أنت تعادلت مع الزمالك مع فوتا كلوب 1-1 لحد 1-1، هو موقفه أحسن لأنه متعادل معك هنا 2-2. ما هنا نلجأ للأهداف اللي بره هتتحسب عليك، فبيلجأوا للنتائج المباشرة ما بين الناديين. طب دلوقتي هو متعادل معاك هنا 2-2 بره أرضه أحسن له من التعادل هناك 1-1 أو 1-0 أو 0-0. فهنا في الحالة ديت أنا بقدر أقول إن فيتا كلوب فرصته قد تكون أكبر لو الأهلي ما كسبش في ماتش فيتا كلوب هناك. في كلام ان الماتش هم قدروا يخلوه الساعة 3، الساعة 3 بتوقيت القاهرة في هناك في عند فيتا كلوب، يبقى يعتبر في عز الحر هناك ولاعيبتنا مش واخدة انها تلعب في الجو الحر ده. وده كده هم بيقول لك بيحطوا يعني عقدة لفريق الاهلي انه يلعب في ظروف اقل من الظروف اللي اضطر يلعب فيها. فلسه لحد دلوقتي في كلام، بس غالبا هو الكلام رسي ان الماتش هيتلعب الساعة 3 الظهر هناك، وده ممكن النتيجة تبقى في صالحهم اذا لعيبتنا ما كانوش رجالة وقدروا انهم يظبطوا لعبهم هناك ويظبطوا ادائهم هناك. كماتش الزمالك والترجي هنا يمكن قد تكون فرصة الزمالك مع كارترون احسن وممكن يكسب ويكسب الترجي هنا، ولو كسب الترجي هنا هتبقى خطوة كبيرة للرجوع للمسار الصحيح. لكن ده الزمالك عيبه انه معتمد على نتائج الآخرين. الزمالك مش هيبقى معتمد بس على نتيجته هو بقى نتائجه هو، لكن هتبقى معتمد على نتيجة مولودية الجزائر اللي هو بينافس الزمالك على الوصول للدور الثمانية. والمجموعة بتاع الزمالك ديت قد تكون هي المجموعة الأصعب حتى الآن في النتائج. ولكن أنا من كل قلبي بتمنى إن الأهلي يوصل لدور الثمانية، وإن الأهلي يقدر يكسب الماتش التاني اللي بيتلعب هناك، ويعني يا رب بقى تبقى النتيجة في صالح النادي الأهلي. لو رجع من فيتا كلوب بال3 نقط، يبقى انا اظن ان دي هتبقى نتيجة حلوة جدا في صالح النادي الاهلي، وتقدر توصله لدور الثمانية الافريقي.
النهارده انا كنت قلت لكم ان مرتضى منصور لما بيخرج من دايره الزمالك بيبدا يدخلها في دايره تانية، دايره المحاكمات والقضايا. كل اسبوع وكل يوم بيرفع قضيه، هو محامي والمكتب بتاعه واضح ان هو كان يعني مشغله القضايا هو بس مش القضايا الناس، يرفع القضيه من دول على القضايا، اتخسر يعمل غيرها، يعليها يوطيها ينزلها، هو كده نظامه، هو نظام مرتضى منصور. فمرتضى منصور كان رافع قضية تانية النهاردة عشان قدام اللجنة الأولمبية، بيعترض على الحكم بتاع قدام اللجنة الأولمبية في القضاء الإداري، في حكم في الإدارية العليا إن شاء الله يوم بكرة بإذن الله في حكم بينه وبين اللجنة الأولمبية. مين هل هيستمر، هل هيتاخد بكلام اللجنة الأولمبية، ده الحكم ده بكرة احتمال كبير. لو اتلغى الحكم يبقى هو رجع، واتقبل الحكم يبقى هو رجع نادي الزمالك، ما اتقبلش الحكم هيبقى فيه أحكام تانية. وزي قلت لحضراتكم قبل كده ان هو عمل قضايا كتيرة جدا، مش فاهم اي قضية فيهم هي اللي هيتاخد بيها. بس هو طبعا اتضح ان هو معمول قضايا ضد اللجنة الأولمبية وقضايا ضد الوزير، قضية الوزير اتقبلت، قضية اللجنة الأولمبية ما اتقبلتش، بس هو رافع ضد في الإدارية العليا ضد قرار الوزير عشان يفصل فيه، وهو ده الحكم اللي مستنيه مرتضى منصور علشان يشوفوا إذا كان هيستمر في رئاسة الزمالك أو إنها تتعمل انتخابات، والواضح تماما إن في انتخابات الفترة الجاية. طبعا نيابة الأموال العامة حتى الآن لم يتم استدعاء مرتضى منصور لأي تحقيق في المخالفات المالية اللي عليه، هل عليه مخالفات؟ معلش اللجنة الأولمبية كانت عاملة تحقيقات وفي عجز في الموازنة، طب فين العجز؟ طب ليه ما بتسألوش؟ ما بتسألوش هو أنتوا ليه؟ أنت ليه فين الفلوس اللي أنت خدتها؟ وفين الفلوس اللي كانت موجودة أيام ما أنت موجود وأنت ماضي؟ إن في فلوس ناقصة كتيرة، كل ده إحنا ما قدرناش نفهمه، وإن شاء الله يا لما نفهمه أو لما تظهر حقيقة إحنا أكيد هنعرفها وهنقولها لحضراتكم. وده كان فيديو النهاردة، ويا رب بالتوفيق للنادي الأهلي يوم الثلاثاء إن شاء الله. وأتمنى دايما إن يعجبكم الفيديو، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعملوا لايك عشان يبقى على كل مواقع التواصل الاجتماعي، ويا ريت لو عجبتك القناة وما كنتش مشترك تشترك في القناة وتبقى ضيف دايم عندنا. أشكر حضراتكم وأتمنى أشوفكم في كل خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.